والله بدأت من أنا عمري 12 سنة. طبعا بغني بالمدرسة وأصحابي بيسمعوني ودائما يعني الناس اللي حوالي شجعوني أنه أبدأ أغني. ده بالنسبة لبداياتي. طبعا بعدين شوي شوي أنا متربي على يعني أكتر حاجة بحب أسمع أم كلثوم، عبد الوهاب، عبد الحليم، الأغاني القديمة على زمن الفن الجميل. انا من صغري بحب اسمع يعني اسمع الطرب. المرحله الثانيه بقى ان انت كبدات محترف فيها بدات ازاي معاك؟ والله بص انا زمان يعني انا يعني الناس عرفتني من اغنيه حجبتي ماشي، بس انا قبليها ب5 سنين كنت عامل البوم مع صلاح الشرنوبي. احساسي شدني مجنون انا لو هسيبه بعد ما حبني الله على الايام اللي هتتعاش حبيبي معك لو فاتوا سنين مش ناسي ان انا مش هنسى. طبعا في تعب في مجهود في مجهود اصعب شيء بالاختيار لما تيجي عاوز تختار هنا بتبدا تتوسوس يعني مثلا بتسمع الاغنيه لا يعني ممكن في اغاني كتير بتعجبك الاول مره وبعد كده بتقول بتقعد تسمعها كده وتاني يوم تقول لا الاغنيه دي ما او بتزهق منها يعني او بتحس لا ممكن دي ما تعجبش الناس ممكن فاهم يا حد ما انت ايه يعني تحس انه في اغنيه انت بتغنيها كل يوم وما بتحسش نفسك انك زهقان منها فدي بتريحك ساعتها بتقول لا دي تمام. ده لولاك كان قلبي عمره ما حبه داب كسبت في يا حبيبي ثواب باع كل حاجه واشتراك. بحب جدا طبعا التمثيل يعني من الحاجات اللي انا يعني بستمتع يعني حتى في الكليب معظم الكليبات اللي انا عملتها كان فيها تمثيل بالصدفه فاهم ازاي؟ يعني مش عارف كنت انحط يعني دايما يبقى في ستوري بورد فكنت ابقى يعني مبسوط وانا بأدي الدور اللي بيقول لي عليه المخرج ويعني من الحاجات برضو يعني انا كنت بقول يعني اخر كليب قلبك ابيض عثمان ابو لبن كان في كل مشاهد تمثيليه ف مع انه انا لسه اول مره يعني فاهم قصدي يعني مش متمرس تمثيل المطرب مش مطلوب منه يعني فاهم هي مشاهد معينه بس يعني كان بياخد المشهد بقول له ايه اعيد المشهد بقول لي لا تمام فده برضه هو اداني ثقه في الموضوع ده انه انا ممكن يعني فاهم ازاي قال له انت متاكد انه مظبوط كده يعني انا عامل الدور كده صح يعني ابقى شاكك لان اول مره فاهم قصدي بتبقى انت شاكك انه انت قدمته صح ولا لا الدور اللي لا هو ده تمام. اي انسان يعني عنده طموح طبعا اكيد طموحي كبير جدا يعني يمكن لو انا قلت لك على طموحي تقول ده مغرور ماشي بس بسيب كل حاجه على ربنا يعني فاهم ازاي لازم انسان يطمح لابعد ما يمكن ربنا ممكن يوفقه ممكن ما يتوفقش ولو ما توفقش مش نهايه الدنيا.